قد لا يعرف المرء الكثير عن التصوير الفوتوغرافي، ورغم أن التقاط الصور بات أكثر سهولة بفضل الهواتف النقالة، ولكن من الواضح تماماً بأن التصوير الفوتوغرافي هو فن مستقبل بحد ذاته، فن يرتبط إلى الجانب التقني الخاص بالأبعاد والزوايا والضوء. دائماً ما كان الاهتمام بالمواهب في مراحل مبكرة مساعداً على تطوير أي تجربة إنسانية إبداعية، وذلك لعديد من النقاط الإيجابية التي يفرزها هذا الاهتمام، وبالذات ما إن كان مستمراً ولأجيال متعاقبة. أحد هذه التجارب هي تجربة فن التصوير الضوئي في السلطنة، التي تشهد تزايداً في عدد المهتمين بممارسته. حصلت جمعية التصوير الضوئي العمانية على عشرات الجوائز العالمية، وحصولها على جائزة أفضل جمعية للتصوير الضوئي في الشرق الأوسط لعام 2014 ضمن تصنيف الجمعية الأمريكية الدولية للتصوير الفوتوغرافي، وتم اعتمادها مركزاً لمعارض الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي في الشرق الأوسط. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. وقفتنا هذه المرة وقفة فنية مع المبدعين في فن التصوير، والوقوف مع تتويج السلطنة بكأسي الشباب ممثلة طبعا في الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني. هذه هي المرة الرابعة التي تتوج فيها السلطنة بكأس العالم في مجال التصوير الضوئي في بينالي الفياب للشباب، هذه المرة 39/2018. هذه المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي الفياب، وأقيمت بجمهورية بلغاريا الشعبية. نرحب بأحد المتوجين في هذه المسابقة، قيس بن سالم بن حميد البداعي، الفائز بالميدالية الفضية في فئة الشباب تحت سن 21 سنة. قيس حياك الله معنا، أهلا وسهلا بك، نبارك لك الفوز. الله يبارك في حياتك. شكرا. كذلك نرحب بالأستاذة ثريا بنت حمد المعولية، إدارية إعلام بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي، طبعا الجمعية هي الحاضنة أيضا للشباب والمصورين في السلطنة. أهلا بك أستاذة ثريا. مرحبا، أهلا وسهلا. قيس طبعا نبارك لك من جديد، هذا التتويج بالمركز الثاني في فئة الشباب تحت سن 21 سنة، وحدثنا عن هذه المشاركة والفكرة اللي جاءت لالتقاط هذه الصورة والمشاركة فيها في هذه المسابقة. أولا هذه المسابقة تقريبا المرة الرابعة تشارك فيها؟ لا، المرة الرابعة على السلطنة. فكانت بدايتي شاركت كأول مرة أشارك في مسابقة دولية. متى كانت؟ نظمتها السلطنة. هذه هي المرة الأولى اللي شاركت؟ نعم، أول مرة الأولى. ففكرة الصورة كانت عبارة عن لعبة شعبية قديمة. كانت تتحدث عن أربع متسابقون يدورون على دائرة، والشخص اللي بينهم وكأنه يريد يطلع من الدائرة، وكأن لديها أمل وتفاؤل أنه يقدر يطلع من هذه الدوامة والدائرة. هل هي كانت لعبة شعبية مثلا أم ماذا بالضبط؟ نعم، لعبة شعبية قديمة اسمها سلاسل على ما أظن. نعم. وانت تصور هذه الصورة، هل كنت يعني في بالك انه هذه الصورة انا راح اشارك فيها في مسابقة، ام انه من ضمن هوايتك ايضا انك تلتقط صور؟ اولا من ضمن هوايتي، وثاني شيء نالت اعجاب الكثير من الناس خارج السلطنة وداخل السلطنة، فقررت اشارك بها في مسابقات داخلية وخارجية. فالحمد لله رب العالمين حققت. هل توقعت انها تفوز بالمركز الثاني على مستوى العالم؟ سبحان الله. نعم. كيف لقيت خبر الفوز بهذه الصورة؟ والله كنت خارج السلطنة، حاليا أدرس في جمهورية الهند. فوصلنا خبر بتتويج السلطنة للمرة الرابعة على التوالي في بلغاريا. فكانت صورة منتشرة اللي هي صورتي. ممتاز. فما عرف أنا في أي مركز حاصل، الحمد لله بالعالمين حصلت على الميدالية الفضية.
هذا فضل الجمعية جزاهم الله خير. وأتوقع أنه حتى الناس شافوا الصورة وانتشرت بصورة كبيرة، وإن شاء الله راح نعرضها أيضا نحن في قادم الوقت، وأكيد الناس تذكرها لأنها انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة. وين موقع التقاط الصورة؟ موقعها في قريتي بيدت بولاية سويق. في قريتنا تتميز بحضارتها القديمة والطرق قديمة جدا، فصنعت فكرة الصورة وصورتها في الوقت المناسب، وحاولت مرارا وتكرارا أعيد التصوير لحد ما تضبط الصورة. ممتاز. لله الحمد. طيب خلينا ننتقل أيضا لثريا. طبعا السلطنة وشباب السلطنة عودونا دائما على التتويج بالجوائز سواء محليا أو خارجيا، والسلطنة أصبحت من الدول الرائدة في مجال التصوير الضوئي بفضل مواهب الشباب وأيضا الدعم الذي يلقونه. فبالنسبة لكم كجمعية، فوز الشباب بكأس العالم للمرة الرابعة إيش يمثل لكم؟ طبعا تتويج السلطنة باعتبار أنه مش المرة الأولى، للمرة الرابعة يعني لنا الكثير، لأنه هذا يدل على ثبات المستوى الاحترافي للمصورين العمانيين. وكذلك الحصول للمرة الرابعة هو تأكيد على قوة المصور العماني في الساحة العالمية. بالإضافة إلى ذلك أنه هذا دافع لنا نحن كمنظمين للمسابقات ونشارك فئة الشباب والمصورين العمانيين في المسابقات الدولية. الحين خلاص المصور العماني صار مش فقط يتنافس على المستوى المحلي أو المستوى العربي، يتنافس صار علامة على الجودة ما شاء الله. أيوه بالضبط. فهذا كان طموح في يوم من الأيام، هو مش جهد يوم أو يومين، هو جهد سنوات. يعني كان مصورين يسعوا خلال السنوات الماضية أنهم يشاركوا في هذه المسابقات وأنهم يثبتوا نفسهم في الساحة العالمية، والحمد لله. هذا التتويج والتشريف ويجعلنا نطمح للقادم بشكل أقوى وأكبر إن شاء الله. يعني قيس، أنت متواصل مع الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، تستفيد أيضا من المعارض والبرامج اللي يقدموها للمصورين. نعم صحيح. إيش الأشياء اللي تقدمها الجمعية تشوفها مميزة للمصورين؟ الجمعية ما مقصرة معنا جزاها الله خير، تقيم تقريبا كل شهرين أو ثلاثة أشهر مسابقات في مختلف السلطنة. في ورش أظن أيضا بعد موجودة بصورة مستمرة. نعم، ورش ومحاضرات مستمرة تقدمها الجمعية. نعم. طيب أنت قيس كمصور، متى بديت تشتغل كموضوع احترافي؟ أتكلم متى بديت تمتلك كاميرتك الاحترافية، بديت يعني تحرص على تكوين صورة معينة، يعني ما مجرد تصوير فقط لكن تحرص على التكوين المسبق لهذه الصورة، وضع الفكرة في بالك عشان تطلع بصورة مثل هذه الصورة التي فازت بمركز ثاني على مستوى العالم لسن تحت 21 سنة؟ هو ليس باحتراف وإنما بفكرة الصورة، كيف أنت تخيل الصورة وبعدين تطبق الصورة، الفكرة تطبق الفكرة. فأنا صورتها صورة ملونة، فغيرت صورة إلى صورة حالية لأنها شفتها أكثر تأثير للناس، وخضيت تقييم الناس منهم فعجبتهم الصورة الحالية اللي هي الأبيض والأسود. ممتاز. فاشتغلت عليها وشجعوك على أنك ممكن تشارك فيها في مسابقات. نعم. مثل حازت على عجب كثير. نعم. طيب إيش سر هذا التألق للمصورين العمانيين وخاصة من الشباب؟ أكيد سؤال يجيكم في الجمعية. نعم صحيح. هو قد يكون يعني من أكثر الأسئلة اللي في بلغاريا يعني كانت تنطرح خاصة من لجنة التحكيم والمصورين العالميين، إن عمان يعني حتى بعد التحكيم وجدوا أنه في تحت فئة 16 ظهرت عمان حاصلة على أكثر النقاط ما شاء الله، وبعدين لما حكموا لي تحت 21 مرة ثانية أيضا عمان. نعم. فكانوا مستغربين يعني إيش السر، ومش يعني أول مرة، أربع سنوات مش يعني شيء يعني. نعم. لو في إنجازات يعني أيضا فردية، يعني طبعا المقام لا يتسع لذكرها، لكن بالضبط. مجموعة من الشباب حاصلين على الإنجازات الفردية هذه ما أهلت السلطنة لكسب هذه النقاط. نعم. طبعا أكيد. طبعا هو يعني قد يكون المقام الأول هو
العناية اللي يوليها صاحب الجلالة للشباب، يعني هذا جهود مش شيء بسيط، يعني جهود كبيرة. مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم يركز على تنمية مهارات الشباب، مهاراتهم الفنية في مختلف المجالات، ونحن كونت في الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، نحن نمثل التصوير يعني، ونحن الجهة الرسمية الممثلة لعمان في التصوير الضوئي لدى الاتحاد الدولي للفن التصوير. فهي جهود كثيرة يعني، مثل هؤلاء الشباب مثل قيس وزملائه اللي حققوا مراكز، اكيد يعني لكم شيء الكثير طبعا. وكيف ممكن تاخذوا بيدهم يعني؟ الشباب بعدهم صغار، عندهم الحماس، عندهم الموهبه الكبيره، كيف ممكن الجمعيه ايضا تحتضنهم بصوره اكبر خلال المرحله الجايه؟ ايوه طبعا، نحن الحمد لله يعني عندنا برنامج سنوي للفعاليات اللي من خلالها يتم تطوير مهارات الشباب. دائما نسعى انه ناتي بفعاليات غير مسبوقة عالميا، بحيث أنه تكون لنا صدارة دائما. فعالياتنا هي تستهدف الشباب، يعني تستهدف المصورين المبتدئين، المصورين المحترفين، كل فئات المصورين هم مستهدفين لدى الجمعية. نحن نرحب بهم دائما في المحاضرات، في الورش، الدورات اللي نقيمها. أما بالنسبة للشباب يعني كونهم هم المستقبل للتصوير وهم مستقبل الغد، في مجموعة من البرامج اللي نحن نركز إنه يعني نقوم بطرحها، يعني قد يكون أقرب فعالية راح ننفذها اللي هي الدورات الصيفية، راح تكون في بداية شهر 7 بإذن الله تعالى. أعلنتوا عنها خلاص؟ فقط أيام قليلة، أيوة خلاص تم الإعلان والتسجيل. على الأسبوع القادم راح يتم التواصل مع المشاركين لتكملة الإجراءات. قيس حاضر في هذه البرنامج؟ نعم، السنة الماضية كأول دورة أدخلها أدشها، ما شاء الله دورة التصوير الحمد لله من قبل جمعية الأمانة. طيب الآن بعد فوزك أكيد عندك طموح أكبر وحماس أكبر في عالم التصوير، هل في بالك أفكار معينة تنمية هذه الموهبة، تطويرها بصورة كبيرة؟ لأنه سلطنتنا الحبيبة يعني متنوعة وثرية ومحتاجة لموهوبين أمثالكم لإظهارها للعالم. هناك عدة أفكار وأفكار مختلفة تماما، بس يبالك شوية تنماها من خلال تشوف المصورين العمانيين، والسفر كان عندك دافع أساسي تشوف مختلف العادات، مختلف عادات وسلوكيات ووجوه كثيرة. يعني ممكن تتجه مثلا إلى يعني تصوير رحلات السفر في المرحلة القادمة. ووالدك أيضا من الداعمين وحاضر معك هنا في الاستوديو، فتحية لك وتحية له. شكرا جزيلا على وجودكم معنا، سعيدين بشباب الوطن اللي حققوا إنجازات كبيرة. قيس بن سالم بن حميد البداعي الفائز بالميدالية الفضية في فئة الشباب تحت سن 21 سنة، شكرا لك على وجودك معنا. ذلك شكرا للأستاذة ثريا بنت حمد المعولية إدارية إعلام الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، شكرا على دعمكم أيضا. شكرا جزيلا. إذن هذه وقفتنا كانت مع الشباب المتوجين بكأسي العالم في الجمعية العالمية للتصوير الضوئي. فاصل قصير ثم لدينا عودة.